المهم الآن يجب أن نفرق بين الدعوة وبين أسلوب الدعوة. يختلف العمر اختلافا كثيرا بين إنسان يعيش في مسجد جو سلفي وبين مسجد آخر جو خلفي. يجب أن يفرق بين مسجد وآخر، كما أنه يجب أن يفرق بين إعلانه بالإفطار الشرعي بين ناس وآخرين. ناس مثلا من أخوانك عندهم مبدأ تمسك السنة، ما في مانع بل واجب أنك تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار غروب الشمس وقبل الأذان الذي يؤذنون اليوم بناء على التوقيت الفلكي. أما إذا كنت في جماعة أمر ما سمعوا بدعوة الكتاب والسنة أو الدعوة السلفية، فهؤلاء ينبغي على الداعي حقا أنه يفكر طويلا كيف يثير هذه المسألة. أنا أقول لكم شخصيا عن نفسي وبعض أخواننا، في رمضان أنا أرى الشمس تغرب من داري لأنها مرتفعة فأفطر، ثم أسمع الأذان فأنزل وأصلي مع الجماعة. أنا بجمع بين فضيلتين، فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. كما أن هناك حديث آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغرب: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. ولذلك كانت السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات أو على جرعة من ماء ثم يصلي المغرب، فيعجل بالأمرين جمع بين فضيلتين. فأنا بقول شخصيا بفطر في البيت وبنزل بصلي في المسجد، لكن لا يجوز كتمان هذه السنة كما كان الأمر قبل هذه الأيام الأخيرة. ما أحد عنده خبر إطلاقا بأن المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق، ما أحد عنده خبر إطلاقا أن المؤذنين لصلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة، وأن أكثر المساجد كانت تصلي صلاة الفجر قبل وقتها. فإذا عرف أهل العلم الحكم الشرعي وكتموه كان كتمانهم للعلم مصيبة عليهم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل كما نعلم جميعا أخذ العهد والميثاق من أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، كما هو في القرآن الكريم وكما قال عليه السلام: من كتم علما ألزم يوم القيامة بلجام من النار. إذا المسألة تحتاج إلى حكمة، لكن لأمر ما قال ربنا في القرآن الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال في الآية الأخرى: وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم.